صباح النور لالا سناء. صباح الخير والورد. كيداير اختي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. انا سعيده. ولي كذلك عيشه. ليكم جميع والله يصيب ليكم والله يصيب ليكم وهذا ما عربون كما حبه ليكم. امين يا رب العالمين. غادي نعطيك واحد زغروطه مراكشيه. يلا بسم الله. تبارك الله عليك برافو عيشة. دي مولاتي تزغريتها مراكشية. كيف انا بنيتها كلشي بخير الحمد لله اختي عيشة. بلا ما نطول عليك تحية للا فاطمة الزهراء. لا فاطمة الزهراء دي معك. يا لالا يبارك فيك لالا. مصرفة ليك اختي وسنة سعيدة لكم جميعا يا ربي باش ما تمنيتي ان شاء الله. الله يبارك فيك لالا علينا وعليك. عندي تريد باللوز. هادي عاوتاني شهيوة وش من شهيوة. يلا بسم الله على بركة الله. عندنا عصير ديال الدجاج بلدي يكون مغسول ومسقطر مزيان. وعندنا ثلاثة ديال السلطة مقطعين شرائح طويلة. إيه. معلقة ديال سكين جبير. نص معلقة ديال الإبزار بيض. واحد شوية ديال الزعفران شعره شي سبعة شعيرات بحال هكاك ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي. الزعفران شعره شنو هي احسن طريقه باش السيده تستافد من ديك المذاق ديالو ويخرج لها في الطياب؟ واش تتلوحي هكاك في الطنجره ولا كديريه في كويس د الماء وعاد كتخلطي؟ لا انا ما كنديروش في كاس د الماء صراحه. وهذه انا نقول لك الغطاء ديال الطنجره حتى كيسخن مزيان وكنحكو بين فقاع يديا هكا كنحكو شويه وكنرميه كيطلق واحد النكهه ديالو رائعه كتبقى في الطياب. هذه عندك زوين. انا كان واحد المره كانت واحد الشاف كنحيي هذا الصباح في الصويره. نعم. واحد السيدة هي ما فضلتها قدام وجهك. انت فضل الحبيبة. قالت لي شوف اخت سناء انا الزعفران عطيت الزعفران هما في الصويره عندهم تيطيبوا به. قالت لي بقى ديروا في قريعه هذا الماء وخليه كيطلق ديك النكهه ديالو كامله وبقى ديك ديك القريعه شدها مزيان وتبقى منها كتسقي على حسب الطياب ديالك. نعم. كاين اللي كيدير هذه الطريقه. انا كندير هذه الطريقه ديالي هي اللي كندير. هي حتى هي طريقه زوينه. هذه حتى هي اللي تندير وتبقى النكهه ديالو في الطياب. اكيد سيدي هكاك تاكلي الطياب. اكيد ديك المريقه ولا سميتو تتحسي بالنكهه ديال الزعفران الحر. اكيد قلنا لالا معلقه ديال الزعفران ديال الخرقوم البلدي. عندنا كاس ديال زيت المائده. واحد المعلقه صغيره ديال السمن حار. هذا مستحب يعني اللي بغاو ولكن كنعرفوا التريد وسكسو ضروري لهم من السمن ماخش شيء. المهم لالا كناخذوا الطنجره ديالنا كنضيفوا فيها هادشي كله وكنردوها فوق البوطه كيتشحر داك الدجاج شويه من بعد كنمرقوا. وكنكونوا وجدنا الفخر ديالنا في الفرينه. كنحطوا ديك الطنجره فوق الفرينه كتبقى كتغلى. كندوزو كناخذوا واحد كيلو ونص ديال البصله عاود كنقطعوا توا شرائح طويله. وكنطيبوا جوج لتر ديال الماء. بعد ما كنقطعوا ديك البصله كنخويو على داك الماء وكنغطيوها كنخليوها باش كطلق ديك المروريه ديالها. واخا ما كطلقش نفس التريد كنخليوها كندوزو لالا كناخذو نص كيلو ديال اللوز. كنقيوه وكنسلقوه وكنفصحوه وكنحطوه توا جانبا. نعم. كنخليو الطنجره بين ما كيقرب الدجاج حتى كندوزو للعجينه كناخذو زلافه ديال السميده الرقيقه. ديال الحلوه. وعندنا زلافه ديال دقيق الفرس من نوع ممتاز. وشويه ديال الملحه. نعم. كنعجن العجينه بالماء بارد. كنديرو فيها لا خميره لا والو كنخليوها شويه قاصحه بحال بغيتي تعجن العجينه ديال كعب الغزال. واخا. وكتبقي كدلكي 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 حتى كترخل بين يديك كتكون العجينه كترطق. من بعد كتاخدي واحد ربعه ديال الزبده وكاس ديال الزيت المائده. كتذوبي ديك الزبده كتضيفي عليها الزيت باش كتورقي دوك السمنات. ايه. كتاخدي لالا دوك العجينه كتقطعيها كويرات صغار وكتخليها كترتاح. ايه. كترتاح شويه كتمشي لديك البصله كتصفيها. وكتضيفيها على داك الدجاج وكتضيفي عليه هذاك اللوز اللي انت نقيتي. وكتاخذي واحد 12 البيضه ديال السمن كتسلقيها وكتنقيها وكتخليها هذو لي التزيين. واللي حب اللي حب النكهه ديال الحلاوه في ديك المريقه ديال سميتو بامكانها تضيف واحد نص كويس صغير ديال الزبيب البيض كيتصل وكيتضاف عليه باش كيطلق ديك النكهه مع الحليب مع البصله وسميتو كيطلق ديك شويه الحلاوه. ومولاي التريد هذا لا عيشه. مرحبا بك لالا. الا كاينه شي محوله دابا كتصنت لينا معديره. زادو غاليين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اذا لالا وكتخلي ديك المريقه ديك البصله وداك الشيء كله اللي رميت على داك الدجاج كتخليه وكدوزي للعجينه كتورقي. مزيان. ويجي تريد رقيق الا كتسخن وكترشي بشويه ديال الزبده وديك الزبده والزيت السيده بحال غطيب المسمنات.
لا ما كنديرش انا المسمنات. لا هاد السرير بحال غطيبو غطيبو بحال غطيب المسمن. ملي غادي طيبي المسمنات كتورقيها وكتهزيها هكا كورقه كتضيفيها في المقله وكتعاودي تورقي وحده اخرى ثاني بالزربه وتضيفيها فوق منها وانت غادي وانت كتقلبي 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 حتى كديري تقريبا شي 8 ديال الوريقات ديال دوك المسمنات وكتبقي تطرشي شويه وكتقلبي حتى كيطيبو. من بعد لالا كتكملي هذيك العجينه ديالك اللي طيبتي كدوزي يا لالا كتنقي دوك البيضات ديال السماء اللي قلت لك بغيتي تزوقي شويه ديال التمر ممكن بغيتي انت الخطير كيبقى كله. تبارك الله عليك تبارك الله عليك اختي هشام. دوك الطريفات ديال التريت تقطعي داك التريت تحطيها لالا في الوطار تتهزي شويه ديال المريقه كتسقي بها شويه ديال البصله واللوز تهزي داك الطريفات ديال الدجاج تتحسيهم في الوسط كتعاودي تغطي ثاني بديك البصله وداك الشيء اللي كديري طبقه تاع عيشه ياك. نعم طبقه وفي الوجه الوجه كتزيني باللوز وبالبيض ديال السمن. انا لا لا وتبارك الله عليك كتضيفي البيضات ديال السمن كتذوقي بهم. تبارك الله عليك عيشه والصحه والعافيه وكنتمنى لك الصحه ان شاء الله.